السلام عليكم. بماذا تهتم أكثر؟ بلغة الضاد أم بتعلمك لغة أجنبية؟ أو ربما يعجبك أن تكون مطلعاً أكثر من قلب الحدث؟ إن لم يكن مما سبق فلابد أنك من محبي الطبيعة والنبات أو التاريخ والآثار. لا؟ إذن أنت اجتماعي، تحب العمل الاجتماعي. أياً كان ما تهتم به فهو موجود في أقسام كلية الآداب. أهلاً بكم، معكم علا أبو معمر في برنامج اختار صح. كنت تعلم أن كلية الآداب هي من أوائل الكليات التي انطلقت بها الجامعة الإسلامية بغزة؟ فعلاً، أول ما بدأت به الكلية بدأت بتخصص اللغة العربية، لكن الآن ما شاء الله توسعت وصار فيها أقسام كثيرة. يعني غير أنه بإمكانك تدرس لغتك الأم اللغة العربية وأصولها وقواعدها وبحرها الواسع، صار عندك قسم اللغة الإنجليزية اللي بيعطيك المعلومات الكافية في الأدب الإنجليزي والترجمة العامة والمتخصصة، وبيأهلك للعمل في المؤسسات الدولية. من منكم يحب المغامرة والاستطلاع ومهنة المتاعب؟ عند التحاقك بقسم الصحافة والإعلام ستجد نفسك صحفياً فعلاً، أو رجل علاقات عامة، أو مسوقاً ومعلناً محترفاً. هذا عدا التخصصات الجديدة، تكنولوجيا الإذاعة والتلفزيون والإعلام الرقمي. أما لو كنت طالباً في فرع العلوم الإنسانية الأدبي ومحباً للتاريخ والآثار فمجالك هنا، أو إذا كنت من محبي الجغرافيا والطبيعة وترغب بالعمل في حوسبة أرشيف البلديات وحوسبة الأماكن الجغرافية فعليك بتخصص نظم المعلومات الجغرافية. ولأننا مجتمع اجتماعي بطبعه، لديك قسم الخدمة الاجتماعية الذي يؤهلك ويدربك على العمل الاجتماعي ميدانياً ونظرياً. وبهذه الكلية العريقة التي جمعت كل هذه التخصصات تستطيع الآن تحديد وجهتك. أخبرنا أي من هذه التخصصات أعجبك، علق لنا أسفل هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المتميزة من حلقاتنا المباشرة، وهي الحلقة الثالثة التي نستضيف بها كلية من كليات الجامعة في البرنامج الجديد الكلية معكم. سجل. برنامج الكلية معكم كما تعودنا في الحلقات السابقة موجود معكم كي نتحدث دوما عن الكليات، نترك من بداية الحلقة إلى نهايتها مجال ترك الاستفسارات والأسئلة وكافة المعيقات أو المشاكل أو الاستفسارات، كل ما تواجهونه. نحن الآن نفتح من بداية الحلقة إلى نهايتها مجال لكم مشاهدينا الكرام طلابنا الأعزاء لترك كافة الاستفسارات في كافة المجالات، سواء في التخصص، في المحاضرات، في الأقسام المختلفة، وأيضا في التعليم الإلكتروني، وخاصة طلبة السنة الأولى. نتمنى منكم عدم التردد في ترك استفساراتكم لنا في هذه الحلقة. بالطبع حلقة اليوم متميزة لأنها تستضيف كلية من كليات الجامعة، الكلية من تعد من أوائل الكليات التي بدأت بها الجامعة الإسلامية بغزة. كلية الآداب هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الكلية معكم. سأبدأ هذه الحلقة بالترحيب الدكتور رائد صالح عميد كلية الآداب، أهلا وسهلا بك معنا. شكرا. أهلا بكم، وبالتأكيد سأرحب أيضا بالدكتور أسامة حماد نائب عميد الكلية، وأيضا سأرحب بالدكتور إبراهيم أبو شبيكة رئيس قسم التاريخ والآثار، أهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله. أيضا سأرحب بالدكتور أمين وافي رئيس قسم الصحافة والإعلام، أهلا وسهلا بك دكتور. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بكم، وبالتأكيد سأرحب بالدكتور مشير عامر رئيس قسم اللغة الإنجليزية، أهلا وسهلا بك. حياكم الله، أهلا وسهلا بك. أيضا أرحب بالدكتور أمجد المفتي رئيس قسم الخدمة الاجتماعية، أهلا وسهلا بك معنا. وأيضا أرحب الأستاذ الدكتور جهاد العرجة رئيس قسم اللغة العربية، أهلا وسهلا بكم معنا. بكم، وأنا سعيد بوجودي بينكم.
أهلا بكم، بالتأكيد أرحب بكم أيضا مشاهدينا الكرام وطلابنا الأعزاء، ونبدأ هذه الحلقة من كلية الآداب بالجامعة الإسلامية. وأذكركم في بداية الحلقة أن أي استفسار تتركونه في تعليقات البث المباشر الآن سيجيب عليه هذه الكوادر الطيبة أمامنا. ونبدأ الحلقة بالدكتور رائد صالحة، ونتساءل كما تعودنا في كل الحلقات كيف تسير عملية التعليم الإلكتروني في كلية الآداب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بقدم شكري للإخوة الكرام في العلاقات العامة على هذه الهمة العالية والبرامج المميزة للتواصل مع أبنائنا وبناتنا الطلاب، كما أهني أبنائنا الطلاب ببدء العام الدراسي الجديد، وبقول لهم إن هذه التجربة تجربة فريدة من نوعها وتجربة مميزة، وستذكرون أنها بالفعل أضافت لكم شيء جديد في حياتكم. وإن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن نعود إلى التعليم الوجاهي في أقرب وقت، لكن هذه التجربة ستكون تجربة فريدة. ونحن متابعين منذ يعني بداية هذه الجائحة عندما انتشرت في قطاع غزة مع طلابنا وطالباتنا، وأنا رقمي موجود، وأنا تلقيت اتصالات على مدار الساعة من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ليلا، وأنا طبعاً برد على كل الطلاب سواء على الواتس سواء على الإيميل سواء على أي وسيلة من الوسائل. وبالفعل إحنا ذللنا الكثير من العقبات، وأنا اسمحي لي أن أقدم شكري وامتناني من الإخوة، جميع الإخوة الدكاترة أعضاء الهيئة التدريسية لجهودهم الكبيرة وتواصلهم مع الطلاب. وبالفعل أنا كنت أوجه الطلاب إلى الأساتذة الكرام، وبالفعل أنا يعني وصلتني اسمحوا لي رسائل شكر من بعض الآباء لمدى الاهتمام والمتابعة مع آباء الطلاب والطالبات. أنا يعني متفهم أن هناك تخوف عند بعض الطلاب والطالبات، لكن أقول لهم لا، لابد أن نمارس هذه التجربة، أفضل بكثير من أن نجلس في البيت وننتظر يعني إن شاء الله تعالى أن هذه الجائحة تنتهي. أنا يعني لن أطيل، بنرحب فيكم وما تقلقوا على الإطلاق، إحنا خدمينكم إلى حد كبير، والإخوة رؤساء الأقسام بسم الله ما شاء الله عليهم، كلهم عندهم همة عالية، وإحنا بنعتز بأبنائنا وبنفتخر. وأهلا وسهلا في كليتكم الكلية المتميزة كلية الآداب. أكيد كلام جميل دكتور رائد. سأبدأ فورا بطرح أسئلة الطلبة كما وعدناهم، ونذكرهم أيضا بأن أي سؤال سيتم طرحه سيتم الإجابة عليه من قبل الدكاترة في كلية الآداب. عندنا سؤال للدكتور أمين وافي، يتساءلون عن الإعلام الرقمي، ما هي مجالات العمل بعد التخرج؟ بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أما بعد، حقيقة الأمر منذ أن يعني حدث موضوع جائحة كورونا، وقسم الصحافة عبارة عن خلية نحل يعمل الليل النهار موصول بالليل من أجل طبعا تذليل العقبات. في الحقيقة الإعلام الرقمي مجالات رهبة جدا، يعني حيث نتحدث عن المنصات، العمل عن بعد، العمل من البيت، نتحدث عن المونتاج، نتحدث عن عالم العالم الافتراضي، نتحدث عن المواقع الإلكترونية، نتحدث عن القنوات الإذاعية والتلفزيون التي تعمل على شبكة الإنترنت، نتحدث عن مجالات رهبة. كل مجالات الإعلام التقليدي تكون متاحة أمام الإعلام الرقمي، اللي هي الإذاعة والتلفزيون والصحافة والعمل في المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى اللي هو المجالات الجديدة المبتكرة وهي العمل من خلال الأونلاين اللي هو المباشر، ومن خلال اللي هو الشبكة الافتراضية. فالإعلام الرقمي هو قسم وتخصص واعد، ما زالت أقسام محدودة في العالم أو جامعات محدودة في العالم التي قامت بافتتاح هذا القسم، حتى إنه إحنا تلقينا تهاني من كم كبير من الجامعات تهنئنا على أننا يعني افتتحنا هذا القسم وكنا سباقين. وطبعا يعني حتى البعض منهم طلب منا مساعدة في الاطلاع على خططنا وعلى إجراءاتنا. في الحقيقة ما يميز هذا القسم أنه يجمع ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الإلكتروني، بمعنى أنه الجوانب المحوسبة والجوانب اللي لها علاقة بالتكنولوجيا للتعليم التقليدي تم مزجهم مع بعضهم البعض
لندرب شخص مؤهل قادر على العمل يواكب متطلبات السوق الإعلامية، بمعنى أن الطالب الذي يتخرج من الإعلام الرقمي سيجمع ما بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث المعتمد على التكنولوجيا والوسائط المتعددة وما شابه ذلك. أنا أقول يعني باختصار أن الإعلام الرقمي مجاله رحب ومستقبل واعد وزاهر. الطالب أو الخريج سيعمل من خلال المنصات، من خلال البيت، من خلال أونلاين مباشر، من خلال المواقع الإلكترونية. واليوم معظم المؤسسات الإعلامية لديها قسم للوسائط المتعددة وقسم للإعلام الرقمي، لأنه الثورة الرقمية فرضت نفسها على الإعلام، وأصبح الإعلام كما ينقل التكنولوجيا فهو أول من يستخدم التكنولوجيا ويسخر التكنولوجيا. لذا أنا أنصح طلابي وطالباتي الأعزاء باللي هو الالتحاق بهذا القسم، وإن شاء الله طبعا نحن لدينا فريق مميز من العاملين في الإعلام والعاملين في التكنولوجيا المعلومات، يعني لأن المواد التي تدرس مناصفة بينها وبين كلية التكنولوجيا المعلومات، وهذا إضافة نوعية لنا، لأن التكنولوجيا المعلومات ستغطي الجوانب التقنية والوسائط والأشياء التي لها علاقة بالإعلام الرقمي، وقسم الإعلام سيغطي الإعلام التقليدي، وهذا بحد ذاته المزيج الذي كنا دائما نسعى إلى أن يكون موجود لدينا في الجامعة الإسلامية. نعم جميل جدا. أتوصل الآن يعني أنا بس بدي أطمنك وأطمن الطلاب، إحنا في قنوات اتصال بيننا وبين الطلبة الجدد، ذلك من خلال مجموعات الواتس. كل قسم من الأقسام عمل مجموعة للطلاب والطالبات في مراحل الماجستير والبكالوريوس وأيضا الدكتوراه، وإحنا كنا يمكن من السباقين لهذا الموضوع في الجامعة، وبالفعل تم التواصل مع معظم الطلبة الجدد. وأنا أدعو الآن الطلبة الجدد اللي ملوش يعني في تواصل مع مجموعات الواتس في الأقسام يحاولوا يتواصلوا مع رؤساء الأقسام، أو معي أنا ممكن أوصلهم مع رؤساء الأقسام. أنا رقمي موجود على صفحة الجامعة وممكن أوصلهم مع المجموعات علشان يتواصلوا مع رؤساء الأقسام والمشرفين على هذه المجموعات. نعم. يعني إضافة يا علا إلى ما تفضل فيه حضرة العميد، أنا أؤكد أنه منذ البداية طبعا تم تحديد إخوة أفاضل في القسم ليكونوا مشرفين على الطلاب والطالبات، وتم عمل مجموعات الاستقطاب وعمل مجموعات للرد وتقديم المساعدة الفنية والتقنية لطلاب الإعلام الرقمي، وهذا الأمر يعني لم يكن غائب علينا. نحن كما قلت من البداية خليتنا المتكاملة، كل مساق تم عمل له مجموعة واتس ومجموعة فيس، وحتى على الموديل، حتى عندما عملنا على الموديل المنصة الخاصة بالجامعة قبل ما نعمل الموديل قمنا بعمل مجموعات واتس اللي هي المجموعات السهلة حتى يتم اللي هو ربط الطلاب بهذا الأمر. والآن موجودة لدينا مجموعة من الصفحات المتخصصة للإعلام الرقمي ولقسم الصحافة وللمساقات، كلها تتكامل مع بعض البعض وتعمل في إطار دائرة متكاملة. حتى صفحات المدرسين نضع عليهم الروابط، هذه صفحات زملائهم، حتى إذا ما كان طالب موجود في صفحة من الصفحات في الطلاب الآخر. يعني أنا أتحدث عن يمكن عندي أكثر من 6-7 مجموعات عامة لطلاب الصحافة ككل، لأنه إحنا نتحدث عن مجموعة تخصصات للإعلام، بالإضافة لأنه كل مدرس يضع على مجموعته مجموعة روابط للمساقات الأخرى في إطار مساعدة بعضنا البعض. أنا أقول أنه هذه الجائحة ستفرض أو فرضت علينا أن نتعامل مع التكنولوجيا منذ أن دخلنا قسم الإعلام الرقمي، وهذا بحد ذاته يبين للطلاب وللخريجين أهمية الإعلام الرقمي، ونحن نعيش في أزمة جائحة كورونا، فيتضح لنا أهمية هذا التخصص الواعد الذي سيكون له مستقبل مشرق إن شاء الله. إن شاء الله. دكتور رائد، العديد من الاستفسارات وصلتنا تتساءل يعني أو ربما يطالبون بحل أو يعرضون مشكلة واجهوها خلال مرحلة التعليم الإلكتروني، مفادها أن الطلبة يواجهون مشكلة في الدخول لبعض المحاضرات، يقول أن لما بيجوا يفوتوا على رابط معين يقولوا أن العدد اكتمل، يعني ما قولكم في هذا الموضوع؟ والله هذه المشكلة يعني مش عند الكلية، لا هي المشكلة هذه موجودة بتكون عند الإخوة في التعليم الإلكتروني، وأعتقد على كلامكم أنه لازم يكون معنا أحد الآن من التعليم الإلكتروني، لكن أنا أعتقد أنه الأعداد اللي بتكون موجودة عندنا على الموديل لا كلها دخلت وما فيش أي مشكلة. إذا كان في مشكلة عند أي طالب ممكن يتواصل معنا، ولو في حد الآن ممكن إحنا يدخل معنا على الهواء
كويس لو الأخ رامي تواصل مع الدكتور معتز وبرضو كان بيجاوبنا عن هذه المشكلة، ليش يعني هو بيرتبط بعدد معين فقط. جميل. طيب سؤال آخر دكتور رائد، يعني الطلبة يتمنوا أن تكون الجداول ثابتة ومرتبة حتى ما يصير عندهم تعارض في بعض المحاضرات، هل يمكن تحقيق هذا الموضوع على صعيد كلية الآداب؟ إن شاء الله. هو شوف يعني الكل بده يفهم إن إحنا في وضع غير طبيعي، وضع غير عادي. إحنا بالنسبة لنا المحاضرات مسجلة، يمكن صعب نضمن جدول يعني مرتب كالتعليم الوجاهي، وبالتالي إحنا المحاضرات مع المدن هي مسجلة وموجودة، وبالطالب ممكن يحضرها في أي وقت من الأوقات، وهناك وسيلة اتصال بين الطالب والمدرس من خلال الواتس أو من خلال بعض المحاضرات بتكون عبر الزوم مع الطلاب. يعني كل 3-4-5 محاضرات بتكون في مسجلة، بكون في محاضرة للالتقاء مع الطلبة. جميل جدا. سأتوجه الآن بالسؤال الدكتور مشير عامر في قسم اللغة الإنجليزية، وما أنا في تخصص جديد اللغة الإنجليزية فرعي ترجمة، يتساءل الطلبة عن مدى فرصة العمل كفريلانسر في هذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أسعد الله أوقاتكم جميعا، وتحياتي لزملائي في مجلس كلية الآداب، وأيضا لطلبتنا الملتحقين بنا في هذه الحلقة المباشرة. طبعا هو تخصص اللغة الإنجليزية بشكل عام هو تخصص مطلوب، ويعني في كل المجالات يتطلب تمكن وإتقان واستخدام للغة الإنجليزية. يمكن بحمد الله يعني تخصص الترجمة هو تخصص فريد من نوعه، بيفتح المجال للطالب أو الخريج من هذا التخصص ليعمل في كثير من المجالات، في مجال الترجمة، في مجال الفريلانسينج، الترجمة عن بعد، في العمل في المؤسسات الدولية اللي تتطلب استخدام اللغة الإنجليزية، في مجالات الإعلام وغيرها من المجالات، يعني كتابة المحتوى وغيره. على وجه التحديد هو مجال الفريلانسينج أو العمل عن بعد، لأنه هذا مش مرتبط فقط بالسوق المحلي وإنما مرتبط بالسوق العالمي، وهذا سوق كبير جدا. فأي طالب أو طالبة أو يعني معنية تدخل في هذا المجال لازم تستخدم أو تمتلك أدوات العمل عن بعد ومهارات العمل عن بعد، تعرف شو هي المواقع اللي من خلالها يتم يعني تقدر تسجل في هذه المواقع وتحصل على فرصة للعمل عن بعد. في عنا الأبورك، في عنا فريلانسر، في عنا خمسات، في عنا مستقل، وفي عنا مجموعة من المواقع اللي هي بتوفر فرص عمل عن بعد. الطالب بس لازم يعرف كيف يصل لهذه المواقع، كيف يعمل حساب، وكيف يأخذ فرصته في العمل. التحدي ممكن يكون أنه بنفسش مع السوق المحلي وبنفسش مع طلبة وخريجين وناس من غزة فقط، وإنه بنافس مع العالم كله، مع ناس من مصر، مع ناس من المغرب، مع ناس من لبنان، مع ناس من أمريكا وأستراليا وهكذا. فتخصص الترجمة بيسمح للطالب أنه يتمكن من اللغة، اللغة الإنجليزية واللغة العربية، وفي نفس المقام بيتمكن من مهارات الترجمة وممارساتها. هذا اللي بنحاول وبنسعى بشكل يعني جدي ومستمر على أن يعني نحصن طلابنا ونعطيهم كل الإمكانات والوسائل والمهارات والمعارف والخبرات اللي بيقدروا من خلالها يعني يدخلوا في سوق العمل الكبير جدا. هذا سوق العمل هو سوق عمل مجدي ماليا، لأنه هذا يعني أنت بنحكي عن سوق عمل دولي. نصيحتي لهم اتعرفوا شوية شوية على موضوع العمل عن بعد، زوروا هذه المواقع اللي بتوفر فرصة عمل كويسة. لو واجهتوا صعوبات هذا شيء طبيعي لأنه المنافسة شديدة، ولكن في نهاية الأمر الإيجابيات والفوائد كبيرة كبيرة جدا. وعندنا كثير من قصص النجاح لطلبة وخريجين وخريجات اللي دخلوا في هذا سوق العمل عن بعد، بحمد الله يعني مدخولاتهم المالية كثير كثير ممتازة. دكتور بعد إذنك دكتور. نعم. مشير يا ريت. نعم. يكون في عندكم مساقط، كان في عندكم موضوع خاص يعني يتم التركيز فيه عن التعليم عن بعد، لأنه طلابكم بالفعل بيستفيدوا كثير من هذا، طبعا من تخصص الترجمة. أنا أتفق معك. كذلك عندنا قسم الجي أس
بيستفيدوا كتير ايضا من العمل عن بعد. احنا ممكن في الكليه نعمل دورات لطلاب الكليه، او يكون في عندنا مساقات محدده للتعليم اللي طبعا اللي هو العمل عن بعد. اشكرك دكتور على هذه الفكره. احنا بالفعل احنا ضمن الخطه، لانه احنا واعيين لهذا الامر، انه في عندنا مساق الفريلانسنج الترجمه والعمل عن بعد وتقنيات الترجمه، وهذا موجود في الفصل الجاي في سنه ثالثه يعني. واحنا بحمد الله ان شاء الله يعني حنعقد سلسله دورات تدريبيه في لطلبتنا، يعني على اساس انهم يعرفوا كيف يعني كيف بده يشتغل عن بعد، يعني مساله الفريلانسنج ايش المهارات اللي بياخذوها لازم يكتسبوها. وانا حاليا يعني باخذ دوره في العمل عن بعد حاليا من خلال مؤسسه موجوده، وفي عندي زملاء من القسم ايضا، يعني إن الشرف ان نتعلم من اول جديد ونقعد على مقاعد الدراسه الالكترونيه، وبناخذ دوره في العمل عن بعد حتى نكتسب كل الاساليب والمهارات والخبرات اللازمه. وان شاء الله احنا في نيتنا، يعني انا بشكل شخصي نيتي اني اعطي الدوره اللي بتعلمها الحين اعطيها لطلبتي لاحقا باذن الله، سواء وجاهي او الكتروني ان شاء الله. جميل. سأرجع بالسؤال الان الى الاستاذ الدكتور جهاد العرجه. يتساءل الطلبه حول ماجستير اللغه العربيه. دكتور ادري ما التساؤل لك، لو نحن يعني ماجستير اللغه العربيه يعني برنامج قديم خرج يعني العشرات من الطلاب. الآن المفترض يتسألوا عن الدكتوراه، عن برنامج الدكتوراه، لأنه افتتحنا بعد برنامج الماجستير برنامج الدكتوراه يعني، والأصل نتحدث عن الاثنين دكتور، تفضل. عن الاثنين لا الحقيقة احنا برنامج الماجستير برنامج ناجح عندنا، وهو من أقدم البرامج في فلسطين. في الماجستير خرجنا الحقيقة العشرات من الطلاب الذين يعملون في جامعات ومعاهد قطاع غزة. أتبعنا هذا البرنامج برنامج الماجستير لأنه أصبح قديما عندنا، أتبعناه ببرنامج الدكتوراه، والآن يعني هناك عدد لا بأس به من طلابنا من الطلاب والطالبات. في هذا العام سجلت أكثر من 5 طالبات في برنامج الدكتوراه، وعندنا على يعني على الهامش أيضا في عندنا طالب أو 2 من الطلاب الذين سجلوا أيضا في برنامج الدكتوراه. الحقيقة يعني هي فرصة لطلابي أو لطلبة قطاع غزة للتسجيل في برنامج الدكتوراه، لأنه إحنا جيلنا كان يسافر إلى دولة عربية أو دولة أجنبية ليحصل على الماجستير والدكتوراه. الآن الماجستير والدكتوراه في حضن بيتهم، فيستطيعون أن يسجلوا فيه وأن يتخرجوا منه، وهو برنامج قوي. ولا أقول هذا لأنني أنا يعني من فيه، لكن البرنامج الدكتوراه مثلا في الجامعات المصرية بدون مساقات، لكن برنامج الدكتوراه في الجامعة الإسلامية يتبع نظام الجامعة الأردنية، وهو النظام البريطاني الذي يعني يدرس فيه الطالب مساقات تؤهله أن يكتب رسالة الدكتوراه. نحن نخفف عن الطلبة في وجود هذين البرنامجين سواء الماجستير أو الدكتوراه، نخفف عنهم السفر ومعاناة السفر وتكاليف السفر. أن يحصل على الماجستير وأن يحصل على الدكتوراه. جميل جدا. السؤال الآن للدكتور أمجد المفتي في قسم الخدمة الاجتماعية. سأل الطلبة حول مجالات العمل في هذا التخصص وأيضا الجانب العملي في ظل جائحة كورونا. بعد تفعيل المايك دكتور أمجد. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتوجه لكم بالتحية ولإخواني في مجلس كلية الأداب على رأسهم الأخ الدكتور رائد صالحة، وأيضا للإخوة في العلاقات العامة وجميع إخواني وأخوات الطالبات المشاركين والذين يطرحون الأسئلة. طبعا الخدمة الاجتماعية كبكالوريوس وكمهنة هي تخصص موجود في الجامعة الإسلامية منذ عام 1998، بداية القسم هو القسم الأول على مستوى قطاع غزة. طبعا القسم استطاع أن يخرج العشرات بل المئات من الخريجين الذين يلتحقون بمجالات عمل متعددة. عندنا ما يميز القسم
أن هنالك المجالات العمل ليس في وظيفة واحدة أو في مجال واحد، يعني ممكن عندنا على الصعد المتعددة والمختلفة على الصعيد الحكومي هنالك وزارة كاملة هي أم للخدمة الاجتماعية، وزارة التنمية الاجتماعية، وحاليا وهي سابقا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي الوزارة المتخصصة في الخدمة الاجتماعية، وكل العاملين فيها يحملون درجة البكالوريوس والماجستير من الخدمة الاجتماعية، هذا في الصعيد الحكومي، كذلك في المدارس الإرشاد التربوي، كذلك في المؤسسات الدولية وعلى مقدمتها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، والمؤسسات الإغاثية الدولية كمؤسسات القطر الخيرية والإنتربال والأخري. كذلك يستطيع خريج قسم الخدمة الاجتماعية أن يعمل في كافة المؤسسات الخاصة أو الجمعيات والأهلية في كافة المجالات، سواء كان في مجال رعاية الأسرة، حماية المرأة المعنفة، الأحداث، في مجال الإعاقة، المعاقين باختلاف أنواعهم، وكل هذه المؤسسات في مجال رعاية الطفولة، وكل هذه المؤسسات هي موجودة على أرض الواقع. وممكن نضرب أمثلة كمؤسسات مثلا رعاية الربيع لرعاية الأحداث، كبيت الأمان لحماية المرأة، كمحد الأمل للأيتام، مؤسسة الطفل للقطان، كل هذه المؤسسات التي تعمل مع المعاقين باختلاف أنواعهم، القسم استطاع أن يعني يرفد المجتمع بالخريجين في مجالات عمل متعددة، والمجالات متاحة، لكن ظروف البلد بشكل كبير ليس فقط على مجالات الخدمة الاجتماعية، احنا بنتكلم على كل التخصصات، ظروف العمل صعبة، ولكن المجالات عندنا الحمد لله متعددة. اما بخصوص المجال التدريبي او العمل او المجال العملي في القسم الخدمة الاجتماعية في الخطة النظرية تاعتنا، احنا الحمد لله لدينا في القسم في الخطة المحدثة في عام 2016 هناك التدريب الميداني 4 مساقات، يعني طالب يتدرب 4 مساقات للتدريب الميداني، التدريب 1 و2 و3 و4، وأيضا هناك في المساقات هناك 4 مساقات تنقسم إلى نظري مدة ساعتان أو حجم ساعتان، والعملي ساعة. الآن طبعا بظل وضع جائحة كورونا وإغلاق البلد وحظر التجول الأخير، التدريب الميداني والجانب العملي متوقف، لأنه هذا يحتاج إلى يعني ممارسة عملية على أرض الميدان، ونحن ننتظر إن شاء الله تعالى أن يكون هنالك يعني فرج قريب وتعود الأمور إن شاء الله تعالى على خير، لكن هو موجود وننتظر بس تغيير الحال إن شاء الله تعالى. نعم، السؤال هنا للدكتور أمين وافي، أسماء تتساءل عن مادة التصوير الصحفي نصفها عملي، كيف حنأخذها؟ وكمان بتسأل عن بحث التخرج دكتور أمين. يعني في الحقيقة يعني أنا يمكن أنا سعيد جدا بهذا السؤال، لأنه قبل 4 أو 5 أيام كنت في حديث مع مدرس المساق الأستاذ محمود الهامس، وللعلم يعني الجامعة الإسلامية توفر كوادر مميزة، محمود الهمص كبير مصوري وكالة الأنباء الفرنسية، وهو أحد خريجي هذا القسم، ونحن نفتخر به حيث أنه يعني نال مجموعة من الجوائز يا أستاذ علا كما تعرفين، وهو من المخضرمين. ولكن يعني يمكن طبيعة الحديث اللي دار بيني وبينه، يا أستاذ محمود بصفتك أنت إنسان متميز وعندك قدرة وعندك إمكانيات وتعمل في رحاب وكالة الأنباء الفرنسية في مكتب غزة، كيف يمكن لنا أن نحل هذه الإشكالية؟ فتم التوافق بيني وبين الأستاذ الفاضل على أنه في البداية سيقوم بإعطائهم المادة النظرية، ثم إن شاء الله سيكون قام أو سيتم إعداد مخطط إن شاء الله واعد للتدريبات العملية، من خلال طبعا خطة تتمثل في توزيع الكاميرات على المحافظات، ويقوم ونقوم بتسليم الكاميرات من طالب يعني في كل منطقة من المناطق، بالإضافة لأنه هو سيتعامل معهم من خلال البرامج الإلكترونية متعارف عليها اللي هو استلام الصور واستلام التدريبات الخاصة بالتصوير، والرجل يعني يقوم بإعداد خطة بإشراف القسم لضمان مخرجات جيدة للتصوير الصحفي. فهو الرجل قال إن أنا سأستخدم الكاميرا وأستخدم الجوال وأستخدم برامج جديدة إن شاء الله سأتعرف عليها طلبة في إطار طبعا عملهم العالمي، طبعا هم لديهم خبرات كبيرة جدا
دائما خبراتكم متجدده في وكاله الانباء الدوليه، فوعدني ان شاء الله انه كل هذه الخبرات الجديده سيضعها بين يدي الطلاب، وان شاء الله انا في تواصل دائم مع المدرسين بالذات في المواد العمليه، الجريده، التدريبات العمليه، المواد التحليل وما شابه ذلك، انا في تواصل دائم. ويعني كما قلت من البدايه نحن في خليه مثل خليه الناحل، نعمل نضع خطط عمليه وخطط نظريه. تجربتنا كانت في الفصل الماضي طبعا استفدنا منها كثيرا، وقفنا عن نقاط القوه ونقاط الضعف قيمناها، ثم بدانا هذا الفصل ان شاء الله بتصور جديد، وان شاء الله يعني نحن سنقدم ان شاء الله تعليم مميز مهني واكاديمي يلائم متطلبات ومخرجات البرامج البرامج قسم الصحافه والاعلام ان شاء الله. فانا اتابع مع المدرسين وخاصه المدرسين العمل، اتابع معهم لحظه بلحظه، وان شاء الله هذه الامور ان شاء الله سيتم طبعا وضع الخطط الملائمه لها، وانا بضمن طلابي وطالباتي الاعزاء في تخصصات الاعلام المختلفه انه المواد العمليه لها خطط، وكل مساق له خطه نظريه وخطه عمليه. التصوير وصحيفه صوت الجامعه كذلك امر، يعني قبل 3 ايام انا كنت في اطار صحيفه صوت الجامعه في اطار متابعه خطه صحيفه صوت الجامعه، يعني اصبحنا نتعامل مع يعني استخدمنا خبره عمل الصحف في الازمات، وقلنا انه احنا بدنا نتعامل مع الطلاب وكانهم صحفيين في فتره الازمات. ف يعني ان شاء الله الاستاذ منير براس وعدني بانه سيضع هذه الخطه الموجوده في الصحف تحت او اذا بنقول تحت امر الطلاب وبين يدي الطلاب ليتم الاستفاده منها، وهذه كلها بحد ذاته ان شاء الله سيكون في مجال اللي هو التطوير ومجال الاستفادة من الجوانب العملية، وضمن الجميع أن المواد العملية يتم دراستها وفق خطة معدة مسبقا، وإن شاء الله نتابعها وستكون إن شاء الله وفق الرؤية التي وضعها القسم. دكتور هناك يعني أساتذة متميزين في الجانب العملي، يعني يا ريت تتحدثنا عنه. صحيح، الطاقم المميز في قسم الإذاعة والتلفزيون ناس مخضرمين، يعني يمكن أنا الشغل اللي تفضل فيها حضرة العميد انه احنا اساسا دعمنا قسم الصحافه والاعلام، يعني وهذا توجه جديد لنا بكوادر مهنيه. الحمد لله قسم الصحافه والاعلام هو يعني بدا في عام 1992 من اوائل اقسام الصحافه في الجامعات الفلسطينيه، وخرج كوادر متميزه وواعده وما شاء الله يوم عن يوم تضيف الى العمليه الاعلاميه. نحن نتحدث عن قسم خرج لنا مراسلين للجزيره وللفضائيات العربيه الكبرى، للعربيه والمنار والميادين، وكذلك الامر لقنوات اجنبيه ومواقع الكترونيه وصحف دوليه. فامر طبيعي جدا انه التميز هذا نتم يعني نستفيد منه من خلال استخدام هؤلاء المميزين لتقديم يعني خلينا نقول العلوم المهنيه للطلاب وتقديم تجربتهم للطلاب قسم الصحافه والاعلام. فنحن استخدمنا مثلا على سبيل المثال عادل زعنون، وهو طبعا مراسل وكاله الانباء الفرنسيه ومراسل كم كبير من القنوات الفضائيه. استخدمنا كذلك الامر تامر الشريف، وهو طبعا مذيع مخضرم قدم في قناه القدس والان مدير ويدير اللي هي قناه اذاعه التعليم التربيه والتعليم. كذلك الامر استخدمنا الاستاذه رولا عليان، وهي طبعا بروديوسر كانت تعمل ومنتجه اخبار في قناه العربيه، ويعني الكثير وبالاضافه الى المصورين، بالاضافه الى العاملين في التحرير. يعني الان على سبيل المثال نحن استخدمنا لمساقات التدريب الصحفي، استخدمنا مدير الاخبار في صحيفه فلسطين في مؤسسه فلسطين، وهذا الهدف منه هو الربط ما بين الجانب العملي والجانب الاكاديمي، حتى يعني اذا ما درس الطالب رجل مهني يعمل في السوق فانه ينقل له التجربه المهنيه التي تضاف الى التجربه الاكاديميه التي درسها الاساتذه الافاضل في هذا القسم. فحقيقه الامر ما يدور الان في قسم الصحافه والاعلام عباره عن ثوره، خلينا نسميها ثورة في المجال المهني في المجال العملي لصقل الطلاب بكل المهارات التي يحتاجوها من أجل أن يكونوا على قدر من المسؤولية في السوق الإعلامي ويكونوا لهم المميزين كما عودنا المجتمع الفلسطيني والمجتمعات الأخرى، لأنه خريجي الجامعة الإسلامية من فضل الله سبحانه وتعالى أثبتوا وجودهم وما زالوا يضيفوا جديد كل عام من هذه الأعوام إن شاء الله. نعم جميل جدا. سنتقل الآن إلى الدكتور إبراهيم أبو شبيكة في قسم التاريخ والآثار، وأتساءل هنا دكتور عن الطلبة يتساءلوا عن قسم التاريخ والآثار، ولأي درجة يوجد جانب عملي في مجال الآثار تحديدا؟ طيب أبو شبيكة، بسم الله الرحمن الرحيم، الصوت واضح؟ صحيح.
صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. عليكم السلام. أنا أحيي الأستاذ علا والإخوة في العلاقات العامة يعني على هذه المبادرة الطيبة، ومن خلال العلاقات العامة أحيي أخي وزميلي الدكتور يعني رائد صالح عميد كليتنا الغراء، وأيضا أحيي زملائي في مجلس القسم يعني في هذا اليوم الطيب المبارك. بصراحة نحن اشتقنا للجامعة واشتقنا للقاءات، لكن الظروف الحالية يعني تتطلب منا التواصل بهذه الآلية. الحقيقة أنا بدي أضع يعني المستمع والمشاهد يده على بعض الأمور. أول شيء قسم التاريخ والآثار من أوائل الأقسام اللي أنشئت في كلية الآداب مع بداية الجامعة في التسعينات في ثمانينات القرن الماضي. أيضا أشير لقضية مهمة جدا، أن قسم التاريخ والآثار يعني يستحوذ على كوكبة راقية وكبيرة جدا، وكوكبة يعني من المدرسين والأساتذة الفضلاء، الأستاذ الدكتور فلان عندنا عدد كم ممتاز ورائع، وهم خريجين جامعات عربية وجامعات عالمية مشهودة لها. الحقيقة أنه قسم التاريخ والآثار أخذ على عاتقه مجموعة أمور مهمة جدا ويجب التدخل. أول قضية أنه قسم التاريخ يعني يمكن أطلق عليه يعني القائم الذي يقوم على حراسة الحقيقة في تدوين التاريخ الفلسطيني والتاريخ العام. التاريخ الحقيقة قسم التاريخ حاول وإله موجود عندنا عدد، بالمناسبة عندنا خريجين ماجستير حوالي فوق 270 خريج طالب ماجستير في قسم التاريخ والآثار. وبالمناسبة قسم التاريخ والآثار خرج من خلاله مجموعة من الكوكبات، وأنا من هؤلاء الناس وكثر، والدكتور زكريا السنوار والدكتور سامي أبو زغري وكل مجموعات هذا كلهم كانوا أساسا طلاب في قسم التاريخ والآثار وكانوا في برنامج الماجستير، وعندنا تجارب ناجحة جدا. عندنا أخوات دكاترة تخرج الآن في ومسكات مناصب يعني واضحة في هنا في البلد وفي مناصب إدارية ومناصب أكاديمية. دكتور إبراهيم، على ذكر الجانب مجالات العمل، لو نتحدث في نقاط محددة، ما هي مجالات العمل لخريج قسم التاريخ والآثار؟ أنا بدي يعني أعطي إطلالة مهمة جدا وسريعة. حقيقة أنه لنا يعني مدة سنتين عامين، في السنتين هذه حاليا نقوم بعملية يعني في مشروع إنه موجود بالتعاون مع منظمة الإغاثة الأولية ووزارة السياحة والآثار في غزة عن هنا. هذا المشروع يستوعب خريجين قسم التاريخ والآثار، وبالمناسبة مجموعاتنا تعمل وزرناهم قبل كورونا وعملنا معهم فيلم يعني كان فيلم رائع جدا. المجموعات هذه سواء كان خريجين وخريجات يعملون على مدار، منهم من يأخذ مدة سنة كاملة، منهم من يأخذ مدة 6 شهور، منهم من يأخذ مدة معينة من الزمن. والحقيقة أنه يعني كل أو أغلب خريجين قسم التاريخ والآثار أغلبهم، واللي تواصلنا معهم بالإيميلات أو بالتليفونات أو بالجوالات لا زالوا يعملون في هذا المكان. وأنا أوزف بشرة مهمة جدا، تواصلنا قبل جائحة كورونا في قبل فترة بسيطة مع الجمعية هذه، والجمعية الآن فتحت برنامج جديد. هذا البرنامج يستوعب مجموعة كبيرة من الخريجين والخريجات في التاريخ والآثار، والمجال مفتوح واسع بالمناسبة يعني لكم كبير من هؤلاء الخريجين والخريجات. وأنا مستعد لأي خريج أو خريجة يتواصل معي أنا أقوم بعملية تنسيقه بينه وبين الجمعية. بس بالمناسبة الآن عمليا إحنا الآن الجائحة أو يمنع النزول للمواقع الأثرية لأنه هذه فيها احتكاك وكذا وكذا، والسلطات في غزة هنا الداخلية تمنع. فإحنا الأمل حاليا نتواصل إلكترونيا في يعني محاضرات نظريه، وخاصه انا هنا يعني اذكر اخونا الدكتور الاستاذ الدكتور ايمن حسونه استاذ الاثار في قسم التاريخ والاثار بالجامعه الاسلاميه، يعني اغلب الايام يتواصل معي وله جهود بصراحه. ونرشح الان بالتواصل مع هذه المؤسسه عبر الايميل، نرشح مجموعه كبيره من اسماء الطلاب والطالبات الذين لم يعملوا نعطيهم فرصه في هذا المجال. نعم جميل جدا. بالحديث عن المحاضرات، العديد من الطلبة يتساءلون
عن موضوع المحاضرات والموضوع التعليم الإلكتروني تحديدا. إن شاء الله ستكون معنا حلقة خاصة عن التعليم الإلكتروني لتسألوا كافة أسئلتكم، لتسألوا عن جدول المحاضرات، ونوفر لكم مختص في هذا الموضوع إن شاء الله. لكن الحلقة الآن لكلية الآداب، أي سؤال أو استفسار عن كلية الآداب بالتأكيد نستقبله بكل صدر رحب. دكتور أسامة حماد، السؤال لكم، لو تحدثنا عن بعض النصائح من قبلكم لتنظيم وقت الطلبة في حضور المحاضرات، لأنه يبدو أن الأمر متروك على عاتق الطلبة أن يكون على حس كبير من المسؤولية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. طبعا يعني أولا أحييكم جميعا، أحيي السيد العميد وإخواني الكرام في مجلس كلية الآداب، يعني في هذه اللحظات التي نفخر بها حقيقة في مخاطبة طلبتنا الكرام الذين أحييهم وأشد على يديهم حقيقة، وبخاصة يعني طلابنا الجدد الذين أسأل الله عز وجل أن يمكنهم من الهناءة في حرم جامعتهم إن شاء الله رب العالمين، حتى يشعروا بهذه الجامعة، بالجامعة الإسلامية الغراء الشماء التي نسأل الله عز وجل أن يحفظها. فأنا أحييكم حقيقة مرة أخرى، أحيي الجميع، وحقيقة نحن في خدمة طلبتنا، نحن في الجامعة الإسلامية نشرح بأننا في خدمة طلبتنا. هناك ربما جامعات عالمية حتى الآن لم تستطع يعني أو لم تبادر لكي تواكب الظرف الحالي، نحن يعني من فضله تعالى ومنته سبحانه يعني ها نحن قد مضينا في هذا الطريق، في طريق التعليم الإلكتروني، وهي نقطة تضاف لجهود الجامعة ولصورتها المشرقة التي نفخر بها حقيقة يعني في القديم وفي القادم إن شاء الله رب العالمين. لكننا قبل كل شيء لا نزال نأمل بأن نعود إلى التعليم الوجاهي، نحن يعني أملنا كبير في أن نعود، وبخاصة طبعا بالنسبة لدراسات طلبة العليا في الماجستير والدكتوراه في مسائل مناقشة الخطط، في مناقشة الرسائل وأطاريح الدكتوراه، ومع الطلبة الجدد بالذات أن نبشرهم بأن الجامعة تسعى يعني بأن تتواكب مع هذا الظرف، وأن نتمكن من محاضرات وجاهية بخاصة مع الطلبة في الجدد، لأننا فليسمح لنا طلبتنا الكرام يعني أن نشير إلى مكانة التخصصات، تخصصات كلية الآداب بالذات، لأنها حقيقة مسألة مهمة. أنا أحب أن أركز عليها، أن نفخر بكلية الآداب. طبعا كل الكليات لها احترامها وتقديرها وشأنها في صناعة مستقبلنا وصناعة حاضرنا من قبل مستقبلنا، لكن الحق يقال كلية الآداب بالذات في حاجة إلى اعتزاز أبناء الكلية وبنات الكلية بتخصصاتهم، يعني باللغة وبالتاريخ بالجغرافيا بالإعلام بعلاقاتنا الاجتماعية، نصنع حقيقة تماسكنا، نصنع مستقبلنا، ونستشرف عزتنا القادمة إن شاء الله رب العالمين. هذه مسألة مهمة، يعني أن نفخر بتخصصاتنا، وأن ترفعوا من شأن انتمائكم إلى وطنكم إلى تخصصاتكم هذه. نحن في حاجة إلى هذا البند حقيقة، أن نفخر كما قلت بتخصصاتنا. بالنسبة للمحاضرات، طبعا المحاضرات يعني هي الأسلوب الأصيل والأهم في التعامل ما بين الدكتور، ما بين المدرس وطالبته، ولكن المحاضرة ربما تكون طبعا بشكل مباشر أو مسجلة، يعني الأمر متروك للدكاترة الكرام، يعني إما أن يسجل محاضرته أو أن يكون في لقاء مباشر مع طلبتنا الكرام وطالباتنا الكريمات. المحاضرات أيضا ربما تكون مسجلة بالصوت فقط، وربما تكون بالصوت والصورة، وهذا طبعا يعني تركت الجامعة المجال في هذه المسألة، لأن الشبكة ليست متيسرة عند الجميع بنفس الصورة وبنفس المستوى، وزي ما بيقولوا كل شيخ له طريقته بالنسبة للدكاترة، فهناك من المدرسين الكرام من يصور وهناك من يسجل، لكن المحاضرة هي الأساس. وطبعا نطمئن طلبتنا بأن الجامعة تأكدت على أن الموديل هي المنصة الأساسية مع المدرسين، يعني
أي خلل أو لبس في هذه المسألة نحن في انتظار طلبتنا، نحن بصدق وبكل دقة وبكل وضوح في انتظار اتصال من طالب كريم أو من طالبة كريمة حتى يعني نيسر السبل، ويعني إذا انقطع اتصال طالب كريم أو طالبة كريمة مع مدرسها نعم أو مع مدرسه نحن أيضا مستعدون للتواصل من دون أدنى حرج. ويعني يكفي الإشارة إلى هذا التلطف من عميدنا بارك الله فيه عندما عرض جواله على الملأ، يعني نحن مستعدون، العميد مستعد ونائب العميد مستعد والمدرسون كلهم طبعا في ظلال رؤساء الأقسام نحن كلنا مستعدون لأي اتصال من أي طالب أو طالبة لكي طبعا وجوالاتنا موجودة يعني نعم. عند فنحن نحن في خدمة طلبتنا، هذا هو شعارنا. جميل جميل جدا بالتأكيد. تزعلها نعم، أنا كنت أود أن أختم معكم دكتور رائد في كلمة ختامية بما أن أجبنا تقريبا على كافة استفسارات الطلبة. اتفضل اسألي. أنا خلاص اسألي سؤالي. إذا كان في عندك سؤال اسأليه يعني. لا هو كنت أسأل كلمة ختامية لكم تفضل. يعني أنا بدي أقول إنه الطلاب محظوظين إنه المحاضرات مسجلة وهذه فرصة كبيرة إنه الطالب يشوف المحاضرة أكثر من مرة إذا كان مش فاهمها. ولا سيما في بعض الاختصاصات مثل اللغة الإنجليزية. وبالنسبة لتنظيم الوقت يعني أنا أعتقد إنه الوقت طويل مع الطلاب، معهم الليل ومعهم النهار، وبالفعل ممكن يراعوا موضوع النت وموضوع الكهرباء، وبالتالي لابد من تنظيم الوقت وممكن يشاهدوا محاضراتهم. وأنا بدعوهم إلى المذاكرة وأنهم يشدوا حيلهم ويتفوقوا ويتميزوا وما يتكلموش كتير في العوائق والمشاكل، لا بدنا نتكلم في الإيجابيات وبدنا يكونوا كلهم إيجابيين. وأنا أتمنى يعني لهم جميعا مستقبل واعد، وأقول لهم باسمي وباسم مجلس الكلية الكرام والكل سمع مجلس الكلية والهمة العالية اللي عند الإخوة الدكاترة، نحن في خدمتكم وتحت أمركم، واتصلوا فينا في أي وقت وسنكون إن شاء الله يعني مساعدين لكم بشكل كبير. وأنا بعتقد هذه التجربة مرة أخرى تجربة فريدة، إنها يعني ليست محنة ولكنها إن شاء الله منحة للطلبة، وبارك الله فيكم جميعا. أكيد كل الشكر لكم الدكتور رائد صالحة عميد كلية الأداب، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أيضا دكتور أسامة حماد نائب عميد الكلية، أيضا الشكر لكم رؤساء الأقسام دكتور إبراهيم أبو شبيكة رئيس قسم التاريخ والأثار، الدكتور أمين وافي رئيس قسم الصحافة والإعلام، الدكتور أمجد المفتي رئيس قسم الخدمة الاجتماعية، والدكتور مشير عامر رئيس قسم اللغة الإنجليزية، والأستاذ الدكتور جهاد العرجة رئيس قسم اللغة العربية. شكرا جزيلا لكم جميعا، أنرتمونا وإن شاء الله نكون حققنا الفائدة بالإجابة على كافة الاستفسارات التي تركها الطلبة. الشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام طلبتنا الأعزاء على متابعتكم لنا وعلى تفاعلكم مع هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا علاء أبو معمر من التقديم، شكرا لكم على المتابعة، دمتم بود وإلى اللقاء. شكرا شكرا.